Come on.
نهاية المباراة الودية اليوم
ان بتي ماجد دابليكاسيون بعد مباراة رابطة أبطال إفريقيا، كيفاش راهي يعني الأجواء داخل؟ والله الأجواء نقول الحمد لله، رانا في أنا أونكور دو في لا بريباراسيون، سي فري كو لا بريباراسيون بديناها من قبل وين كان شوية بيرتيرباسيون باسكو كان في نص لا بريباراسيون كاين الماتش، سي بور سا لقينا شوية بروبليم يفو جيري سا. Il y a des joueurs qui sont qualifiés, il y a des joueurs اللي بداو يلعبوا ديجا البارح لعبنا مباراه رسميه، اليوم اللي ما لعبوش اللاعبين اللي ما لعبوش عوضناهم اليوم بمباراه، ولو انه اليوم التعداد ما كانش مكتمل، لكن على العموم هذه مليحه اللاعبين هكذا باش يقعدوا توجور اون كومبيتيسيون، الوقت اللي راهو جاي راهو في صالحهم، واشاك فوا وين الكوتش يحب يلقى اللاعبين كلهم يكونوا واجدين ان شاء الله. مع المورال سير مورال فيها كوتش؟ لا لا الحمد لله. بعد التأهل في رابطة الأبطال. والله لا لا أولا مبروك على الشباب. اليوم سي فري المباراة الأولى خاصة بالمباراة الأولى تاع بداية الموسم ما كانتش سهلة، لأنه الفريق شباب لوزداد نعرفوا بلي نهاية الموسم خلصوا روتار وين المباراة تاع كاس كانت متأخرة، ما خداوش راحة كثيرة، عاودوا ريبروناو. أنا نقول اليوم الحمد لله أول مباراة شفنا أشياء جميلة، لكن على بالي بلي المستوى تاع الفريق راح يتحسن تدريجيا، نشوفوا بلي اللاعبين راهم اون بروغريسيون، هذا هو الشيء اللي رانا نتمناوه، وإن شاء الله نلقاو المردود تاع الفريق شباب الوزداد في الأيام القادمة إن شاء الله يكون في المستوى. دانيير كيستيون، الإدارة قامت بتدعيمات نوعية من بينها أستي الرحيم في الطاقم الفني. لا الحمد لله شرف لي أني نعمل في فريق شباب الوزداد، فريق كبير وفريق عليق، هذا شرف لي. إن شاء الله الخبرة اللي عندي إن شاء الله نمدها كاع للفريق هنايا. أنا نقول اليوم الحمد لله فريق مكتمل، فريق احترافية كبيرة، إن شاء الله الحمد لله أمام تدعيمات. اليوم الحاجة المليحة أنه في كل منصب الحمد لله عندنا لاعبين، في كل منصب كاين لاعبين تنين في المستوى، إن شاء الله الكل اللي جا جديد إن شاء الله يمد الإضافة، والقدم إن شاء الله المستوى يكون كامل، ان شاء الله نديروا موسم كبير ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا. يعطيك الصحة. كوتش رضا. وعليكم السلام. بيفينو نيجيري. ميرسي عايشك بارك الله فيك. أول تجربة في الجزائر. أول تجربة ماهيش أول مرة في الجزائر، جيت لعبت كلاعب لهنا مع الفريق القومي التونسي، ولعبت حتى مدرب زاد مع الترجي التونسي، يعني الحمد لله يعني الجزائر. في مجال التدريب يعني. في مجال التدريب أول مرة بالطبيعة. والحمد لله يعني الترحيب من الاطراف الكل، خاصه يعني اداره بارادو، ان شاء الله بقدر ربي معناتها نكون في المستوى، وبالطبيعه يعني نخدموا خدمه اللي تنجم تهز الفريق في احسن مستوى ان شاء الله. يعني لقيت كل ترحيب في نادي بارادو، كل مقومات العمل والنجاح. كل ترحيب بالطبع، بارادو يعني معروف فريق يعني سبيسيال كما نقولوا يعني في البطوله وفي الجزائر، فريق يكون اللاعبين اكثريتها ويخرجوا منه دائما اللاعبين اللي يطعموا في الفرق الوطنيه ولا حتى يعني في الخارج. نعم، ولو انه بول بينا باقي في الفريق واحد من ركائز النادي، لكن بزاف دي جوار راحوا بالطبيعه، انت تراوي اللي مشى لاوروب ولاعبين اخرين مشاو لهنا في البطوله المحليه، بالطبع ترش هذا الشيء على الفريق. بالطبع هي القائمه كبيره، خاصه نحكيو بالمقارنه يعني الموسم الفارط، القائمه كبيره من اللاعبين اللي خرجت اللي كما قلت لك معناتها مشات الفرق في البطوله الجزائريه ولا حتى في اوروبا في بلجيكا، والقائمة أطول يعني إذا نخموا يعني في المواسم الفارطة، وهذه خاصة من خاصيات يعني الفريق. بالطبع كمدرب يعني أنا نعرفش معناتها تطوير اللاعبين، ونعرفش معناتها يعني البزنس يعني هذا،
تطابق يعني الرؤية متاعي تطابق مع الفريق، وإن شاء الله بقدرة ربي كما خرجنا الموسم الفارط يعني 7-8 لاعبين اللي ينشطوا كما قلت لك يعني في مستوى أعلى، كيف كيف إن شاء الله السنة نكونوا لاعبين كما ذكرت أنت بولبينا اللي هو من اللاعبين اللي عندهم يعني لي زوتي معناتها باش ينجم يوصل للمستوى أعلى. بالطبع كما بولبينا كما كثير من الأسامي في الفريق هذا مستحقين الفرصة، مستحقين يعني تشالنج في البطولة يعني الجزائرية، وعلاش لا من هنا لآخر الموسم نطوروا الفريق هذايا بالرغم انه المسؤوليه نتاعنا الانتصارات، ولكن زاد تطوير الفريق اللي هو كما قلت لك من رؤيه الفريق. الكوتش الفارط عندهم بروبليم دو ستاد ما يبرتربيكمش هذا الامر هذا؟ عملي فات كانوا يرسيفيو في دار البيضاء، يرسيفيو هنا في ملعب 20 اوت في ملعب 5 جويليا، يعني شويه دبدب نتائجنا. بالطبع يعني شوف يعني النقطه هذه خاصه تفوتني انا كمدرب، انا نحاول نتعامل مع الاداره اللي هما يخدموا في خدمه كبيره ياسر خاصه وراء الستار باش ياكدوا يعني ملعب التدريب وملعب يعني نلعبوا فيه ان شاء الله في البطوله هذه. ماناش باش نهربوا يعني على النقطه هذه. مسؤوليتي اولا يعني تطوير الفريق اللي باش نلعبوا به، ومن بعد الملعب تبارك الله الجزائر كبيره عندنا فيها الملاعب، قلت ربي نجموا نلقاو حل مع يعني الاطارات الخارجيه ان شاء الله. واش قلنا في الختام كوتش على الاهداف النادي، الاهداف تاعك الشخصيه هنا في البطوله المحليه اللي اكيد عندك يعني فكره عامه عليها وعلى الانديه تاعك؟ بالطبع يعني شوف اول حاجه لازم نعطيو كل حاجه حقها، البطوله الجزائريه ماشيه وقاعده تتطور، البطوله الجزائريه ماهيش سهله بالنسبه للفريق كيما بارادو كيما قلت لك يعني يضم فريق شاب ممكن حسب التقريب يعني معدل الاعمار 22 سنه، فريق حاولنا نستقبلوا بعض اللاعبين اللي عندهم خبره كيما ياتو كيما بلودان باش يعطيونا اكثر تاثير في وسط الميدان، ولكن المسؤوليه ماهيش سهله كيما قلت لك، تطوير والانتصار مش انتصار بركه، تطوير والانتصار يعني نحكيو على خدمه جباره. انا شخصيا متعود، ولكن ان شاء الله بقدرة ربي كما قاعد نشوف الاطارات اللي معانا، اطارات التبيه واطارات يعني الفني والاطارات الاداريه الكل، ان شاء الله نجيو كل ما بعضنا باش نجموا نعانوا موسم اذا قارنوا بالموسم الفارط، خاصه موسم كيما الموسم الفارط او احسن، وعلاش لا يعني نقوموا يعني بنتائج كبيره، ولكن يلزمنا اون غارد لي بيسور تي كيما نقولوا، نخدموا برشا خدمه كما قلت لك. فريق صغير شفت اليوم مقابله كنا نجموا معناتها اونيفيت دي اغلاط، ولكن فما برشا حاجات بوزيتيف ان شاء الله مازلنا نحضروا، نحن من اول الفرق اللي بدات تحضر، وان شاء الله مازلنا تحضيرات مازالت متواصله، وان شاء الله بقدر ربي نشوفوا فريق بارادو ينجم يعطي امل للحباء نتاعو، امل للاداره، ونزيدوا نقدموا ان شاء الله. شكرا. متشكر خويا، السلام عليكم. سلام. سي با فاسيل ولا البوت سيتي دو de bien courir, de reprendre un peu plus de rythme. Et voilà, c'était un bon match dans l'ensemble et dommage pas la victoire au bout. La concurrence est rude au sein du CRG, ça fait du bien pour les joueurs. Oui, à chaque poste on est deux voire trois. Non, c'est bien, tout le monde se tire vers le haut, aux entraînements tout se passe bien, on a un beau groupe qui vit bien et on verra par la suite comment ça se passera. Le groupe vit bien, le moral est au top, juste après la qualif. En Champions League, vous avez découvert cette compétition. Ouais, pas facile, il fait chaud. Les adversaires, bah là forcément on joue contre des adversaires, ils jouent pas plus que ça, c'est plutôt long ballon. Mais bon, on a fait deux bons matchs, surtout le premier, je trouve qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. Le deuxième, voilà, c'était la qualif le plus important. Donc on va essayer de continuer le deuxième tour pareil pour pouvoir se qualifier, Inch'Allah. Aujourd'hui, vous avez, bien pas aujourd'hui forcément, mais... Vous avez découvert ce stade, le fief de Chabab El Ouzdad, un stade mythique pour le CRG. Oui, c'est vrai, on m'avait parlé, mon frère qui joue à Sétif, il m'avait dit que ça va à beau stade, c'était dur de venir jouer ici. En plus, il n'a pas gagné une seule fois l'année dernière. Non, très beau stade. Après, je sais aussi qu'il y a le stade Nelson Mandela pendant la saison, donc on verra où on va jouer. Dernier mot pour les supporters du CRB. On n'a pas pu les voir là au match retour, mais on espère qu'ils seront nombreux au prochain match à domicile. Merci. Un match amical, un match d'application. Est-ce que vous allez faire la compétition? Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comme je l'ai dit, match d'application. Alhamdoulilah, il y a des choses bien. Comme je l'ai dit, le match a aidé les qualifiés et les matchs qualifiés.
يعاوننا سور لو بلون فيزيك. ان شاء الله ان شاء الله حنا رانا نخدموا باش ان شاء الله نهار طيحنا الفرصه باش نعاونوا صحابنا ان شاء الله نكونوا واجدين ان شاء الله ونكونوا في الموعد. المورالو بيان بدروس جيست ابخي لا كاليف في لا تشامبيونز ليغ. والله الحمد لله الحمد لله. الواحد كما قلت الواحد عندنا لي زوبجيكتيف عندنا لوبجيكتيف تاع لا تشامبيونز ليغ باش نروحوا بعيد ان شاء الله. بيان سور انا فرحانين ان شاء الله. طوينا الصفحه هذه تاع المباراه الاولى ان شاء الله راح نحضروا ان شاء الله مليح باش نكونوا واجدين المباراه الثانيه ان شاء الله ونتاهلوا لدور المجموعات ان شاء الله. لا كونكيرونس يرد بدرو والله لا كونكيرونس بيان سور لا كونكيرونس حاجه مليحه للجوار حاجه مليحه للفريق ان شاء الله رانا نخدموا كما قلت لا كونكيرونس راح تولي بالفائده للفريق. احنا هذا واش رانا نحوسوا ان شاء الله اللي يلعب ان شاء الله يمد اللي لازم عليه ان شاء الله باش يكون في المستوى ويفوز الفريق ان شاء الله. في ليكسبيريونس تاعك بدرو عباك بلي سي ار بي سي لا 5 بارتيسيباسيون في لا تشامبيونز ليغ وتبقى دائما اوبجيكتيف كل بالوزدان. بيان سور هذا كما قلت اوبجيكتيف هذا اي لاعب يتمنى يلعب في شباب الوزداد ويروح بعيد في لا تشامبيونز ليغ. حنا ان شاء الله كيما قلت لك رانا ايكيب وحده رانا فاميليا وحده ان شاء الله راح نتعاونوا على اوبجيكتيف واحد وان شاء الله نكونوا في حسن ظن لي سيبورتور الاداره الفريق ككل ان شاء الله راح نمدوا كلش باش نفرحوا الانصار ونكون كما قلت نباسيو هذا لوبستاكل هذا اللي تاع لاكارت فينال ان شاء الله نمدوا كلش ان شاء الله باش نكونوا في المستوى. شكرا. بونجور جاك. بونجور. صافا بصالي بيان. الحمد لله صافا ميرسي. بيان سور سي تون تونيزي اون الجيري سي براتيكمون باراي دونك صافا. تري بيان. دونك سيتي جوست ان ماتش دابليكاسيون ان ماتش اميكال. واي سورتو ان ماتش دابليكاسيون باسكو il y en a qui ont joué déjà, qui ont enchaîné des 90 minutes avec le peu de temps qu'on a eu et il y en a qui n'ont presque pas joué. Donc le but c'était de préparer ceux-là qui n'avaient pas joué physiquement afin d'être à peut-être 80 ou 90% avec ceux-là qui ont l'habitude de jouer. L'équipe hier a gagné, s'est qualifiée en Champions League. Ça fait du bien pour tout le groupe. Oui, ça fait du bien surtout que... Voilà, c'est une grande compétition et ces compétitions-là, il faut bien les entamer. Il n'y a pas de petites équipes, toutes les équipes qui sont là, c'est les équipes qui ont mérité, elles ont gagné le championnat respectif. Donc voilà, il faut prendre ces matchs-là au sérieux. C'est la cinquième participation Jack, du CRB en Champions League consécutive. L'objectif reste toujours de remporter ce trophée, Inch'Allah. Ouais, voilà, avec tous les efforts que le président il a fait cette année, c'est clair que pour cette année, c'est de viser le dernier carré. Pourquoi pas gagner la Champions League? On a l'effectif pour ça. Et les coachs pour ça, le staff pour ça. Inch'Allah, on fait une bonne Champions League cette année. Justement, ça fait trouver comment le niveau? Bon, après, le niveau, il est très bien, voilà. Et il y a des joueurs qui sont très accueillants. L'adaptation, elle a été très facile pour moi, personnellement. Donc voilà, je pense qu'on va faire de grandes choses. Et vos objectifs, Jack? Mes objectifs, c'est d'apporter un plus pour le club. Et voilà, gagner plus de titres que possible. Très bien. Un dernier mot pour toute la famille Belouzdad. Bah, on leur souhaite d'être toujours là pour nous. Et voilà, nous en retour, on va donner le maximum. Merci beaucoup. Merci aussi.